اللي في الحبس ننصحكم تقراوا، معناتها هذاك كما نقولوا الثنيه الوحيده اللي واحد ينجم يهرب فيها من الستريس اللي هو فيه، على الاقل واحد الوقت اللي يخسر فيه في الحبس، معناتها الحكم اللي معكم فيه، على الاقل يربحوا في القرايه، يفيد بيه روحه، معناتها الحاجه اللي الوقت اللي قاعد يخسر فيه يربحوا في القرايه، وما يخرج بدبلوم يخرج رابح حاجه هكا. هي في الحبس خذيت القرار مش ربحت، وعمية ورا عديت الباك وطاقت كنترول وما نجحتش، 9.5 إن شاء الله سنين ياخذ، والله يرحم والديهم وفرينا كل شيء يعني في الحبس، وعاونونا وقاموا معنا بالواجب. الرسالة إن شاء الله ناخذ الباك نطلب من وزيرة العدل نقصنا في الحكم ولا تشوف لنا تشوف لي حل ولا علاش نعطي لها رسالة. رمزي الكوكي الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والصلاح. بالفعل في إطار حرص وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والصلاح، معناها في تكريس معناها حق السجين في مواصلة تعليمه داخل السجن، وبالتالي معناها اجتياز الامتحانات الوطنية. هذه هي السنة عندنا معناها عدد 18 سجين يجتازون امتحان البكالوريا بحدا معناها عدد 11 وحدة سجنية مختلفة في جميع الشعب. بطبيعة الحال تم توفير جميع الظروف الملائمة للمراجعة من خلال معناها توفير جميع المراجع بالتنسيق مع عائلاتهم، وكذلك تخصيص الفضاءات معناها الملائمة للمراجعة من خلال تخصيص مكتبات معناها الموجودة في السجون، وكذلك توفير الوقت الكافي بطبيعة الحال معناها للمراجعة، وكذلك الإحاطة النفسية والاجتماعية والربط معناها الصلة بصفة متواصلة مع عائلاتهم. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل. بطبيعة الحال ظروف معناها الامتحان هي تقريبا معناها مطابقة لظروف الممتحنين خارج السجون من خلال معناها تطبيق جميع القواعد والضوابط يشرفوا عليها معناها ممثلين عن وزارة التربية، وكذلك معناها بحضور الأمن. إن شاء الله نعاود معناها تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق. كذلك في السجون هناك معناها طلبة بمختلف الاختصاصات نتاعهم، معناها يزاولون تعليمهم الجامعي في جميع المراحل التعليمية في الإجازة في الماجستير. كذلك عندنا معناها سجين إن شاء الله باش يناقش معناها على قريب رسالة الدكتوراه، وكذلك معناها يجتازوا في الامتحانات نتاعهم بطبيعة الحال معناها بالتنسيق مع جمعيات معناها مع كلياتهم وبطبيعة الحال المعاهد المرسمين بها. وبطبيعة الحال زاد كيف تم توفير جميع ظروف المراجعة، وإن شاء الله زاد موفقين. كل عدد 18 سجين في كامل الوحدة السجنية في المرنقية، عدنا عدد 6 معناها مساجين اللي إن شاء الله معناها هما شعبهم أداب واقتصاد وتصرف وكذلك معناها رياضيات وإعلامية.